الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وعين كسوة شرعي موضيع كسوة سناء كلامك إلهي مركا هذا وكسوة هذا الله وحيالها مركا فرق قاركوت كيدا هذين نواشيقنا وعين تلمان قرضا شاعر ضي ما تريديدو هنا مركا ورنيا وحكاية عن كلام الله قرآنكو لكن كلام الله حقيقة معها إلى أين حرف يصوت بكم هذا لأين يلاهدين سلاس يضع بين الشيخنا إلى مركا يلاهدين شارحنا وكسوة نقلنا يا وحا ورنيا وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد والتعدد والتكثر والتجزء والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها فإن عبر بالعربية فهو قرآن وإن عبر بالعبرانية فهو توراة فاختلفت العبارات للكلام قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا شرح الطحاويذ اللفتيس شرح وهذا كان شرحي يحديث كقصه النقلين إياه إنما تريد ساقبان أشاعر المعروف بكاية هذا الذي قار كودنا وين أخرنا مركا إن بضاني وحي إلى ذال فتنة خطرتها هيدا لعذي فتنة خلق القرآن وحياها يتبيد هذين يعني خلاف وي مجرين لكن تشدد حنا بلاد السماء السيء أي الصوابين فتنة سيد عذو قرصاصي وعبران قارك لنا وحي السميان إمام أحمد أي مركي أركين إنه ماشي كتشرة أي حوقات دونين إنه كئذب السدان يقول رأي قاقل يها اللقبة مركا ساي وحي يلاهدين تورع إمام أحمد عبارة من نوع عن مال يرى اللطفية تورع أما حلال ميرت كإمام أحمد أي الديدين مركا يلاهدو يعني القرآن كان هو مخلوق وكحلال ميرتي سيدا ساودت بفتنة قدارة أي ماذا إسلام كنا هذه آد أي مركا أرنكاسي أكتود أغوينا إلى علي بن مدين وكيل الشيخ البخاري إن الله نصر بهذا الدين إن الله نصر هذا الدين برجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة إلى هاي الدين تن لمن بوغو قرقاري وحوغو قرقاري أبو بكر بوغو قرقاري مالنتي ردة عرب مركا إن بضانو كم إذا أي ردة وذو دينتي أي كان نقطي موقف كيو استاغي أبو بكر إلى هاي الدين تن وغو نصري نينك لنا إلهي وأبو نصري ومالنتي فتنة خلق القرآن أيد عضي أحمد بن حنبل استغنى إلهي وأبو قرقاري دينتا قائم ماذا ألقى سيقارسين يا شيخ البخاري وي وأنا شيخ كلتا لي صحيحة إنو ألفه أرضي يسيبوها بخاري مكا سيداس يعني هير كاسو قارسي ينوحي كعب ريان إلى يلادان أما تشدد حنا بلدو أي السميسي أما حوغا حلال ميرد السميييون وأرنا وحبكو السوغان وكيرا بقين وحبكو السوغان تان أوديت بعد بعد تلصابتك مركا وحوهي وحكم موقعنا يسالك فارق السيد أكالويه علماء بدنا قصوا النقل السي أشاعر هنا قبطوا عبارة يعني هنا كقبان قرآنك عبارة عن كلام الله إنو يهي عبارات كان يريض أن إني مركا مخلوقيهين نوى شرانو أي مبضنا أهل السنة كم إذا بكسوا النقل أبو النصر الزجسي كم إذا هاي وكم إذا هاي وحوي قوام السنة يعني أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الحجة في بيان المحجة وكم إذا هاي يعني مركا وحوي علماء بضن وأي مدى كم إذا هاي كسوا النقل كتبتو ذا نوينقي كآخرنا ومنصوص بي كتبتو بعد كتبتو ذا كم إذا نوينقي الشيقني مركا على كل حال وحالك كم وقني سفارق وين مسألة نوع عصا إنو كسو بيها فارق وين إنو كسو بيها وحيالها للسنة والجماعة يدري شدان إنا نحوي قرآنك إنا نمخلوق أهي أما كلامك إلهي إنا نمخلوق أهي وابدئيهين وحكم إذا إلهي وحولي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يعني قرآنك يعني كلمات كإلهي إنا يدمانين أي أمرك آيات اللي قدر يشده وكذا آياتك لو إلهي يري ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم مركا وحا آيات كنو شيئين حدي وحوية وحا الله وحا مركا بيتشرة يبضه
haddii khad laga dhigi lahaa, waxa la waxa dheer jirtana haddii qalima laga dhigi lahaa. Kelimaadka Ilaahay lagu qori lahaa dabadeedna kelimaadka Ilaahay may dhamaadeen. Si kasta haddii loo siyaadiyo loo kordhiyana oo markaa badaha in leego kale loogu daro oo dhirta in leego kale loogu daro oo todoba goor la siyaadiyo inaan kelimaadka Ilaahay marnaba dhammaadeen. Waayo kalaamka Ilaahay waa sifadiisii, yacni marka waxyaalahan marka yacni ku saabsan badaha iyo dhiruhuna waa makhluuq, yacni makhluuqaadkuna waxay yihiin wax dhammaanayo maxduuda weeye. Kalaamka Ilaahayna maadaama uu sifadiisii yahay wax maxduuda ma aha. Marka aayaadka laftooda waxaa laga dariishadaa qur-aanku inaanu makhluuq ahayn ama kelimaadka Ilaahay inaynu makhluuq ahayn. Waxaa kaloo la mid ah alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaana callamahu albayaan, yacni qur-aankii laguma darin wixii la abuuray oo waa la kala farqiyay khalqigii iyo marka isagaa qur-aanka. Alaa lahu alkhalqu walamru baa la mid ah. Waxaa kaloo la dariishaday qowluhu tacaala innama amruhu ida araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun, markaa kun hadday makhluuq tahay waxay u baahnaan lahayd wax kaloo lagu abuuro. waxaana ilaahay inoogu sheegay wax kastoo makhluuqa in kun lagu abuuray. haddii la yidhaahdo kun waa makhluuq, mid kaloo lagu abuuray u baahanaysa wahaakada. marka makhluuq in makhluuq lagu abuuraa ka dhalanaysa, marka waxay jawaabtu noqonaysaa makhluuqii ugu horreeya kun maxaa lagu abuuray bay noqonaysaa haddii la salimo inay marka kun makhluuq tahay. marka taas waxa weeye waxaa laasimaysaa in la yidhaahdo kun makhluuq ma aha, waa hadalka ilaahay sidaas iyadaa marka in la yidhaahdo taas iyadaaba marka ka laasimaysa. adilada markaa ku tusinaysa inaanu makhluuq ahayn ahlucilmigu u dariishadeen waxaa ka mid ah magangalka la magangelayo. wa nabigu sala allahu calayhi wasalam kelimaadka ilaahay waa magangala, acuudu bikalimaati illahi taqanaya, waa mid aan sax ahayn oo waa baatil, waayo wuxuu ka hor imanayaa adilada kitaabka iyo sunnada. waata kale markaa ninkan la yidhaahdo akhtal wuxuu ahaa nin kiristaana, kiristaankuna kalaamka horay ugu lumeen, oo waatay yidhaahdeen ciise waa ina ilaahay, waatay waxaa ku hadleen markii kalimatullaahi lagu magacaabay, yacni markaa kelimad ilaahay inuu yahay lagu magacaabay, waa tii marka ay sidaas yadaa yidhaahdeen. markaa hore ayay ugu lumeen. hadalkana waxaa dhahay diiwaankiisiba kuma taallo ibnu khashaab iyo culammada nuxaada ka mid ah iyo luqawiyiinta, waxa markaa weli diiwaankiisi waa fatishayo baytkaa la sheegaya marka isagaa ma arag guud. waxaa kaloo markaa loo soo naqliyey, si kalena waa loo soo naqliyey ina albayaana la fil fu'aadi wa inama, sidaana waa loo soo guuriyey. marka calaa haadaana yacni waxa weeye lafdigu waa iskhilaafsan yahay oo waa kala duwan yahay. adiladana waa ka hor imanaya adilada kitaabka iyo sunnada. aayatuka an laa tukallima annaasa thalaatha layaalin sawiya, kalaamku inuu yahay ka xuruufta u saaxiibkee la maqlo ayaa aayadda laga dariishanaya. oo markaa ilaahay waxa uu inooga sheegay zakariya markaa inuu ku yidhi aayatuka an laa tukallima annaasa thalaatha layaalin sawiya, calaamadu waxaa kuu ah oo in markaa yacni qofka dumari ay uuraysatay waxaa calaamad u ah in waxa weeye saddex maalmood iyo saddexdooda habeen inaana dadka la hadlin. marka waxa weeye macaaniduna naftiisa waa ku qumaysay oo waa ku soo dhacaysay oo macaanidu intay naftiisa ku qumto ayuu ishaaro ku cabirayay faa waxaa ilayhim aan sabixu bukratan wa cashiya, marka macaanidu iyadoo daatadiisa ay ku qumayso oo macaanida ay ku sugan tahay oo ishaaro iyo tilmaan ku cabirayo ayaa haddana markiisa waxaan markaa laynagu tilmaamay inaanu hadlay. halkaas waxaa laga qaatay inuu kalaamku yahay waxa la maqlayo. waata kale nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu kala saaray xadiisu nafsiga oo macaanida nafta markaa ku qumaysay ku sheekaysanayso iyo kalaamka waa kala farqiyay. waa xadiiska saxiixaynku waxa uu sheegayaa in allaha tajaawaza liummati camaa xadasat bihi anfusuha maa lam tatakallam biha aw tacmal, anfusahaa iyo anfusuhaa labadaba waa loo dabdiyey, yacni ilaahay ummaddayda waa u dhaafay buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam. waxay nafteedu ugu sheekayso ama waxay nafteeda ugu sheekayso ayuu u dhaafay inta aynay ku hadlin ama aynay samayn. waata kale markaa culammadu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen fuqahadu, qofku hadduu salaadda gudaheeda isagoo ku jira uu hadlo isagoo mutacamida u kasay oo aan sahwisanay oo caalim oo garanaya kalaamku inaanu salaadda ku bannaanay kalaamunnaas, oo waxa weeye markaa waxa uu ku hadlaya wax maslaxaddii salaadda ku saabsan aanu ahayn, in waxa weeye salaaddu ay ka buraysay ku ijmaaceen, misale waxay ku ijmaaceen xoogaha marka isaga xadiisu nafsiga aan fara badnayne qalbiga qofka ku soo dhaca qalbiga qofka ku soo dhacee xoogaha uu adduunye ka yara sheekaysto salaadda gudaheedii inaanu salaaddii ka burinaynin. taasna waxay ku tusinaysaa in waxa weeye xataa ijmaaca laga qaadanayo kalaamku inuu yahay ka masnuuci xuruufta u saaxiibka la maqlayo inuu markaa u yahay.
قيود وحن ugu daray markay isaga li qayr maslahati ya wadaadka wazaa'i la yiraada wuxu maslahatu salaa wa u banaantahay yaani marka in loo hadla marka si ijmaac loo ilaaliyo qaydka loogu daray ee in marka aanu ka qabno in maslahatu salaa loo hadli karo yaani inaan ka qabno ma aha ee waxa weeye yaani si ijmaac u sugnado ayaan marka isaga qowlka sheekh ihtiraaska loo gali arriga ku saabsan marka waxa weeye hadaynay farabadana waxa marka ka ihtiraazeyna يعني بعض مركز سجع علماء كملا وحيد هذا الحديث نفسه قدو فربطه أو وحوي الدنيا مرن ونقض سراجين خشة كي سنيو وكبر إيسا قاري بشرة مركز على كل حال يعني هل كسوح كعذان إيسا أدل هذا كتابك سنة إجماع فق هذا يعني أنتوا هنا كنتوا سنيان عقلك سليمك كلامك إنه يهاي كمسموعة إلا مقلي حروف تو صاحبك سلاسية ذا إنه يهاي أي مركز كنتوا سنيان سلاسية ذا إنه يهاي أي كنتوا سنيان marka adillada baabka ku soo aroortayna yaani marka aad bay u badan tahay ee sheekh la yiraahdo abu muhammad al-juwayni wa imam al-haramayn aabihiya ee yaani imam al-haramayn aabihiya dhintay taariikhda hijriyadu markay ahayd 438 risaala uu leeyahay oo la yiraahdo risaalatun fi isbat al-istiwa'i wal-fawqiyyati wa mas'alati al-harf was-sawti fi al-quran al-majid risaala aynkaas uu alifay أو كجو الرمايو مسألة نوعنا صدق هذا المسألة وكجو الرمايو استواجا فوقيا ذا مسألة حرف كي الصوت كا هي صفات كي لها عموما بقوا مركا كذا هذا ليه هنا تلمام يوم مسألة نوع سواجي ورين هذا هو الدرابي أو حوي علماء مركا يسوي حد مركا أكثر كوا وين بوري وشافعية أيا مركا يسوي مسائل النوع التأويل سمين ترتيبه مركا أكثر إذا مكانه بضم بيكلها هاي بوري يعني وايا وحن كبر تيبوري يعني وحوي فرائد الدين تيدا أيان مركا كبرت أي أحكام تيدي ومركا وحوي مسألة نوع صوصات المي ومن ذهب إلى هذه الأقوال ومسائش التأويش إيوين ليلة هذا مركا وحوي حرف يصوت مدنا وماها هي استواق أي وحل أو يدين كي وحوي ومن ذهب إلى هذه الأقوال وبعضها قوم لهم في صدر منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنهم عرفت فرائض ديني وأحكامه فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات تحزازات لا يطمئن قلبي إليها وأجد الكدر والظلمة منها وأجد ضيق صدري وعدم انشراحي مقرونا بها فكنت كالمتحير المضرب في تحيره المتململ في قلبه في تقلبه وتغيره وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصا تشير إلى حقائق إلى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها وأعلم بالإدراء أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجلسه الشريف والعالم العالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجافي ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأول هؤلاء مشايخ الفقهاء المتكلمين مركا هذا الكاس أي قبل أبايا دبدا نصوص فربدا بسعر ورنية وحان مركا أقدا لأي هاي مسائشة وحمركا غريا سري اعتقاد سلف كوهاء أي مريا عانوا كمدي أصحاب وجوه شافعية أي كمدي إنن كيسا وحوي أصحاب وجوه شافعية كما تشرف وهي خلافك مركا يسا وحان مركا مسائشة فروع دا. يعني أكتو هذا مركا معتبر كما ها أوجي مذابتها كما نقول يا إمام الحرمين لكن أبيه وها أبو محمد الجويني خلاف كيس وحوي يعني من معتبر كها سلا ساوي وجب على حسابيا يعني مسائشة فروع دا مركا وحورنا يا مسألة القرآن كما كور رمي وأما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد وبجميع حروفه فقال تعالى ألف لام ميم وقال ألف لام ميم صاد وقال قاف والقرآن المجيد وكذلك جاء في الحديث فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وحديث صحيح وفي الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهؤلاء ما فهموا من كلام الله تعالى إلا ما فهموه من كلام المخلوقين هو أولي الشريع فقالوا إن قلنا بالحروف فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات وكذلك إذا قلنا بالصوت أدى ذلك إلى الخلق إلى الحلق والحنجرة عملوا في هذا من التخبط كما عملوا فيما تقدم من الصفات
والتحقيق هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته، فإنه قادر، والقادر لا يحتاج إلى جوارح وإلى لهوات، وكذلك له صوت كما يليق به يسمع صوت وكذلك له صوت كما يليق به يسمع، ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة، كلام الله تعالى كما يليق به وصوته كما يليق به، ولا ننفي الحرف ولا الصوت عن كلامه سبحانه لافتقارهما منا إلى الجوارح واللهوات، فإنهما من جناب الحق تعالى لا يفتقران إلى ذلك، وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الإنسان به من التعسف والتكلف بقوله هذا عبارة عن ذلك. أدو هذا الكاوحة وكورن يا رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت صفحة تضبئية تضباطا إلى سديدية تضباطا مركز في عن بان مسألة صفاتك أبيا مريا وحانو تلمام يا قواعد أهل السنة والجماعة كما رأي صفاتك أي عضينا يا وحانو تلمام يا إلهي نكو هذا الله بحرف وصوت نكو هذا الله حروفتنا مركز يسوح المركز إلهي نكو هذا الله يعني مركز كيف يقابك وهذا الله إنان قرانا إنن وحمركز تلمام يا إن الله أرانا عبارة عن كلام الله وهي كلام الله إنه حقيقة وهي إن الله أرانا يعني مركا هذا الله مركا كلفي إنه مركا يلهدان علماء قاركود يعني إلهي حروف تقوم هذا الله وحكو كلفي بويل وحا اسمه تسيان إن هذا يلهدان حروف بكو هذا الله إنه يكرد على نيسو إنه مركا وحوية دلقى ليه أو مركا يسوح نعرب ليه وحيا لنوع سيني كاللازم أيام بي أقاته لكن وحوية تكلفات كنوع سيلقى لي مايو وحوية مناها مركا يسأل حال مركا إن عدك صدو هذا الشيء وبأنتهاي إن أي مركا دلقائي عربي كذائي مركا حنجرائي لاذاي يعني مركا أمباهنا وهي وحل إنه الشيء آخر سلع علماء هذا السنة قاركو دا يود دري شرين آخر وحوية حبناها قفكو إنه هذا ليا وشركي صورة مي وهذا ليا موحل لورنيا شركي صورة مي ملو ولي عربي يلانا إسايا دلقائي يلانا إسابا لورنيا يعني مركا حوية كيف كين لكو ذاكالو معها إلهي بايا قانسدو هذا ليا sida waxa way makhluuqaad kiba ay uga suurowdo inuu ilaahay ka hadliyo iyadoo markay isaga dalqa iyo carab iyo markay isaga waxan marka aan waxba lahayn ayaa waxa dhici karta yaani markay isaga waxan marka inaan hadalku u tacayoon in laaba ilaa in waxyaalaha si jira ayaa suurtoodi karta marka takallufaadka in la gala ma aha oo waxa weeye marka inta nasku sheegay waa in lagu gaabsada waa in marka la yiraahdo waxa weeye ilaahay waa hadla xaraf iyo sawd baan ku hadla arinka marka oranaya xaraf iyo sawd ilaahay kuma hadlo arin baatil weeye وهي حديث كما ركي سوحا البخاري سوى معلقة صحيحة كسوري فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب بخاري صحيح سوى معلق وحديث كسوري سوى مسند وحديث كتحي هنا وسند كي سودي هنا وحكو سوري خلق أفعال العباد رسالة سلا يراد بخاري كان رسالة داسنا يعني وحاود دري شدي ولبا إنه إلى هاي الصوت كهضر إنه صوت كهضر أي إمام البخاري يعني ودري شدي وكذلك أن الحروف مركا كهضل حروفا قرآن كا إلهي السجى يا كهضل إلهي السجى يا كهضل هذه عد كلا كهضل الله عدة كلا كلام لو قد قال لو نصفين لها وحين علماء ذي الأدان آل السنة وحي الله إلا إضافية ولا بنوع شارحنا يد خلاصة كوبن بإشارة لا بنوع وحي الله إلا إضافية وأعيان يا أوصاف وحذاتوينا وقار كذا وتاجر يوح معاني وحمركا يعني ذاتوين قار كودا وتاغل سيدا خلق الله إلهي خلق إيسا يعني بيت الله ناقة الله يا أشياء ذا لمدكا تاسوك لمركا إيسا وحين نقنا إيسا ومن إضافة المخلوق لخالقه مخلوق بالله إضافين يا خالقي سيوان الله إضافين حد السعاء من مركا إيسا وحين الله بوضا نسبيا مخلوق وردان إنو خلقه إلهي هاي وحاي تهاي وحاي تلمام إيسا ومخلوق وخالق إيسا الله إضافين حد إقار مخلوق كم إذا لقاري لنا وحاي إنت هلا دير تهاي ولا سيادة تهاي يضو مخلوق خارق سلو يضافين يا إيتاي أي وحي لسيادتها إن وحوي إن يعني مركز تخصيص والتشريف يا الشرفات والتلمام يو أيا لقى قادمية وبيت الله يضو دلك إلهي ودليه وخلقه ودليه أيا لين مركز إسلا قرق إلهي واللي ناقة الله واللي مركز إسلا روح الله يعني مركز وحوي تخصيص والتلمام يا تشريف والتلمام وحي إلهي لو يضافي هذو معانيه وح معنى ذا تدي سيستاج كرين هدوية هاي وح معاني لا وح لقى قاضنا يا سيدا علم الله يا سيدا قدرة الله يا سيدا عزة الله يا سيدا رحمة الله يا سيدا كلام الله وحيارها معاني ذا انقار كود يستاج كرين هدي إله الله يضافي وح لقى قاضنا يا ومن إضافة الصفة للموصوف يعني الصفة دي بقى لا يضافين يا موصوف كبان الله يضافين يا كلام كنا نوعوي وصفة لا يضافين يا موصوف كلا يضافين يا سيدا سيدا
وي مركا على كل حال مسألة ذا كلامك سيدة سيدة أي مركا تهي أدلة ذا ذو نساسي مركا وعد تهي أدلة فرب ضنبان مركا إساء علماء إساء قدري شدين بعض كم إذا أيهم بين إشاري مصنفات بضن ولقاء اللي فين مركا إساء واتشران كتاب مركا يعني شيخ معاصر القرية أو مركا اللي يلاد العقيدة السلفية في كلام رب البرية قيم ويوسف يا عمو مسألة ذا مركا إساء واضحنا هي مركا عد كالصوت لهذا يعني كلامك إلهي هو واحد أو أزلي أو مطلع عضو أو صوتي حرف مدنا ومعها وحكى الله دي ميسا إنه يوجد شيء ذان مركي سقا كان حروف تلي إنه مخلوق يا هاي قرآن كلا آخرين يا إنه مخلوق يا هاي أي مركا كدر ليس أو سيدا سيدا أي مركي سقا حن مركا شيء كلا دي ميا أي تاي مركا وحوي وإن لقد تحدر مركا وحوي بعض الأشاعرة أو يريبا تشرا بعض الأشاعرة أو يريبا تشرا وحن رمينا إلهي يعني مركا كلام كيسي ويه يعني مركا قرآنك أو وحوية مركا وكلامك إلهينا وحوية أي مدى لغاها لغو مقلو أو مركا إساوحا مركا الله بها لغو حفظه حقيقة هدنا مركا إساقا يقو أساس يدا أي عبرين أي هدنا وحي التلماميان إن وحوية أي مركا إساوحا مركا كقبان حقيقة مركا إليهين حوغا إجمالين كسوغن يهي ومرادك يقدن إليهنا إتهي يعني مركا وحوية أي لم إتهي حقيقة أين يقد يعني مركا حقيقة عقلية يوحيالها نوعا صايت تلماميا أنا حقيقة لغوية مركا يساقان وواهين حقيقة عقلية ساد مركا ابن سبكي وكالا كاركي كرتوان وهالكا انتو انتا عبروانو دافين أما بيهاقي وكالا مركا يساقو تلماميا علماعين كاسي أي إشارة حتى مركا لا يورن أيان كلامك إلهي وواحد ومطبع عضي كرمت جزوء كرو صوتي حرف من دمالها مركا على كل حال يعني حوغا إجمال باقصوان وهذا الله داس مركا يساقا معادا ساسا ودد بقاركود وحي لهدين يعني وحنرانينا وحوي كلامك إلهي ومحفوظ بالصدور يعني وحوي ومسموع بالآذان لقاها اللغو مقلا الله بها اللغو حفظا يعني مركا كتبت يا دفاترت أيا اللغو قرا سيدا إلهي بمحاربت محرابة أما مساجد اللغو عذاب اللغو عابده اللغو عابده ومركا يسرح المركا قعمها اللغو قرا وحوي عربة اللغو الشيطه مركا وحوي مثال كما يكون عدي ينبالي ومثال كي وحوي إلهي وحوي مساجد اللغو عابده معناه waxa weeye marka isaga cibaadada lagu caabudayo de waxa weeye waa cibaado makhluuq ka dhacaysa waa cibaado makhluuq marka isaga waxa marka ka dhacaysa marka waxa weeye yaani shayga macnaha iyo shayga daatadina waa kala duwan yihiin shayga macnaha iyo shayga daatadina farqa u dhaxeeya oo waa kala duwan yihiin marka waxa weeye amsilada ay tilmaamayaan noocan ma waxay u eegtahay in waxa weeye xogaa xayda iyo marka isaga ijmaal iyo in waxyaalo cinkaas ku sugan yihiin ayay marka u eegtahay كعباراتك واضحة السلف كاستعمار كره إن الله يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سأساوي مشي أيضا لحروا الديرية وكذلك مركي سقى يرنشلين يتكلم بحرف وصوت أي يرنشلين مركي ساحة مركي سيارة نوع سوكرا يعني مركي كمدي رنكرا يعني بعض علماء كمدي مركي على كل حال يعني مركي وإن أرن كاس لقبل رقصنا ذا وكذلك وحق صار رين الصوت هذا الكيلهي ليه يعني حديث كلا مركي صحيحة ولقوله صوت كجر السلسلة هذا الكيلاه وحوسنا ذي صوت بأوسنا ذي صوت أي أوسنا ذي مركا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقى تصريح عيسى إنه صوت يحرف بهذا هذا الكي أبو محمد الجويني ومقليسين إنه مركا يعني تلمامي إلى حرف يا صوت إنه كهذا له سيدا سيدا مركا وحوية تلمامي مركا أهل السنة والجماعة وحي لهذه عدة وحوية إلى هذا القرآن أما كلام كيلاهي ومخلوق وحي لهذا أرنك النوع سوى كفر هو قال لما يلهذه تصنع وحكوها ذلك آية مفر بلن aya ku hadlay oo yiri markay saaxan marka waa gaalnimo oo waxay keensanaysa markay saaxan marka sifaadkii Ilaahay in waxa weeye lagu tilmaamo makhluuq inay yihiin sidaas iyada in lagu tilmaamo waliba kufriga markay isaga looga ma jeedo sida markay isaga Bayhaqi iyo Nawawi iyo markay saaxan marka ay yiraahdeen oo markay isaga Nawawina yaani marka majmuuca iyo Rawdatu Talibinka iyo markay isaga uu ku sheegayo sidaas oo kale markay isaga looga ma jeedo sidaas oo kale yaani marka looga ma jeedo وين سلا لوجة جدين وحكوت السنة يس كفر دون كفر نما كفر نعمين هن لوجة جدين يعني أي ما فربضن أي وحي عديين وأي شجعين إن وحوي عدة ترى هذا قرآنكو يعني مركا ومخلوق عدة ترى هذا إن يدالين وكفر أكبر أي كدعين أما مركا يسرح مركا الرداء يكوت المامة يعني أي ما فربضن أي سلا سيدا الشجعي أي ما الشجعين وفربضن يهين waxa kamida markay isaga ay mada saas iyada marka sheegay ay mada saas sheegay waxa kamida Abu Zur'a iyo Abu Hatim iyo ba kamida oo waxay risaaladooda marka sunnada la yiraado ee i'tiqaadkooda ay ku sheegayaan ay ku cadeeyeen inuu yahay
يعني مركا كفر يعني مركا ينقل عن الملة كفر ينقل عن الملة إنه يهي أي مركا تلمامين وحوي أبو حاتم الرازي ومركا يسوح المركا أبو حاتم وحوي أبو زرعة وهي مضي حديثك وويناء وحي رسالة دو السنة كل هذين ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر رسالة دو يضا مركا قارة أي تالا مركا يسوح المركا قارة طابعا أي مكتبة تالا وحين كلوكو قد جرتا رسالة دو مركا وحيكو كلوكو قد جرتا كتاب كوين لا لا كاي وقري شيخ مركا علماء الشافعية كاملة كتابك اعتقاد كسداد جزءة أما وحوي شنت مجلدة إلا يراد شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اكتبتنا إياه لا كاس يضا أي مركا يسوحن واكو قد جرتا يضو قارن يضو مركا يعني مركا قده سنة واكو جرتا أو سيدي سوو سورين مركا وحي تلماما يالبدا إمام أبو حاتم الرازي أبو زرعة والبدا إمام مركا لو قدم بين شرع علم الحديث كا مركا وحوي ابن أبي حاتمنا وجرحك كسو النقلية إنه كفر ينقل عن الملة إنه يهد ابن خزيمة وحول القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه يعني هذا الكاس مركة أبو عثمان الصابوني أي مركة تدس النقليين يعني رسالة ديس مركة سنة قصاصا مركة أي مفر بضم باساس يضع التلمامي ابن جرير الطبري وحمركة ورنا إياه يعني سجل افتيس من قال القرآن مخلوق معتقدا له فهو كافر حلال الدم والمال لا يرث ورثته من المسلمين يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه يعني مركة وحوية يعني ساس مركة تلمامي ابن الطبري با مركة كتاب كيس السنة مركة يسوح مركة يعني كسوري مركة على كل حال أي ماذا مركة تصريحنا يا معناها سي آديات بيبدأيهين مركة كفاية هانا قدر كاس بينه مركة يسوح كإشارينا أن سألق بينه وإن القرآن قرآنك كلام الله هذا الكيلة هي منه بدأ حق إلهي وكصوم مغضي بدأ أنا ولا إلى ذا بدأ أهدي إلى ذا وكبلا وكصوب بلا ما يبغى الأردن يا يعني بدأ أنا وبمعنى ظهر باللغة شيدا ظهر أي مركز اللغة شيدا بلا كيفية قابة إنه أقرن إنه لا أنت أصير إلهي وهو هذا لا يقرن ما إنه إنه كلام كيلهي هي وقرن يعني لكن قاب إلهي وهو هذا لا يقرن ما إنه قولا يعني مركا حاله يهي مقولا مثل لغو نواقع لغو هذلي أو إلهي كو هذلي أو يهي وأنزله وسودجي إلهي على رسوله رسول كيسه سودجي صلى الله عليه وسلم وحيا حاله يهي موحا مثل وحيه ذي وصدقه ورميا المؤمنون مؤمنين تايا رميا على ذلك صدى أصبيك رميا حقا أي تصديقا حقا رميا حقا وأيقنه وحيق صدى أنه كلام الله أنه قرآنك كلام الله هذا الكيلهي إنه يهي بالحقيقة حقيقهان وياي ليس بمخلوق مخلوق معها ككلام البرية سيدا كلامك وحوية خلائق ذو أما خلقه ومخلوق ياي مخلوق معها فمن سمعه كي مقلع فزعم شكتان أنه كلام البشر هذا البني آدم وياي فقد كفر وقالوا وقدمه الله إلهي واعبي وعابه واعبي وأوعده حقوقه دي بسقر أيهوقه دي حيث قال تعالى قرتي إلهي ويره سقو هذا الكيس وشيغي وقال كاس إن هذا إلا قول البشر كلمعها المياني هذا البني آدم إلهي دوحة ونسأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 مركا النار تسألو قدي علمنا وأيقنا وحين يقين سني وعلمنا وحين يقاني وأيقنا يقين سني أنه قول خالق البشر إنو يهي هذا الكي إلهي إنو يهي كي بني آدم كابوري هذا الكي سينو يهي ولا يشبه قول البشر أنو شبه إن هذا الكمركة بني آدم كأنو شبه إني وما وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وما وصف الله كوكستو إلهي كصفية معنى شيء معناه ومن معاني البشر يعني معنى يا شيء يصفوين كبني آدم ككمد فقد كفر وقالوا بك من أبصر هذا اعتبر كي مركة وحوية من أبصر هذا كي مركة كاس أركا اعتبر وعبرقاتا وعن مثل قول الكفار إن زجر يعني مركا قولك قالده حق يعني قولك قالده وكرنا يعني حقي سوى كره بطومة أو إسكرافة علم وحوغانيا أنه بصفاتي ليس كالبشر علم وحوغانيا أنه إلهي بصفاتي أي مع صفاتي صفات كيسي لا تركيس ليس كالبشري بن آدم كينانو لم يدحي سيدا سو مركا أقوى سنية مركا
macnihiinba calaa kulli xaal siyaakidayaa sifaatka ilaahay oo dhanna inayna makhluuq ahayn ayuu markaa inoo tilmaamayaa, oo sifaatka ilaahay waa kayru makhluuq. sidaasayna waxa weeye salafku markaa ay tilmaameen oo ay markaa yacni markaa sheegeen. qaar yidhi waxa weeye markay ka warramayeen kalaamka oo kale, khaaliq iyo makhluuq midna ma aha, waa jiraan, laakiin cibaaradaasi ishkaal ma laha. ee khaaliq ma aha, waa sifatu lkhaaliq, makhluuqna ma aha, dee markay saaxan marka waa sifadii ilaahay. marka saas aweed baan cibaaradaas yacni marka lafteedu aynay wax ishkaala aynay markaa ulahay. ibnu lqayim waxa uu odhanayaa walaqad taqallada kufrahum 50 min alculamaai fi lbuldaani, yacni waxa weeye qolada markaa tidhahda qur-aanku waa makhluuq, kufrigooda waxa marka isaga yacni qaatay inay gaalo yihiin oo ay ku gaaloobayaan hadalkaas. 50 konton toban lagu dhuftay, konton marka toban lagu dhufta waa maxay? Waa 500. walaqad taqallada kufrahum 50 min alculamaai fi lbuldaani, culammada markaa beledada konton toban lagu dhuftay, bimacnaa 500 oo caalim baa soo naqliyey inay markaa waxa weeye maqaalada noocaasa inay ku gaaloobayaan. yacni markaasuu tilmaamaya laalakaa inuu marka isagaa kitaabkiisa, kitaabkaynu tilmaamaynay yacni culammadii shaaficiyadu marka isagaa ka mid yahay, inuu kusoo naqliyey markaa kitaabkiisa markaa sunnada ee sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waaljamaaca. yacni kitaabkaas waxa uu ka mid yahay kutubta marka isaaxan markaa ictiqaadka ee laga qoray ugu waaweyn buu markaa ka mid yahay, yacni ayuu ka mid yahay, waa kitaab marka isagaa muhim ah oo a'imadii shaaficiyada markaa cid ka mid ah ayaa liftay, weliba culammadii hore ah waqtiyadan dambe lagu warwareegaya aan markaa ahay. marka waxa weeye waxa uu kusoo noqlinayaa 500 oo caalim ayuu ka soo raraya marka isagaa inay yidhahdeen waa gaalo, yacni ciddii tirada qur-aanku waa makhluuq, waa gaal, dabaraanina waa soo raray buu marka isagaa odhanaya, caynkaasuu tilmaamay. halka haddaba hal arrin baa xusid mudan. culammada qaarkood oo fuqahada ka mida sida Bayhaqi iyo Nawawi iyo arrinka noocaas ah oo ku saabsan yacni kufri in lagu soo naqliyey oo la yidhi waa gaalo cidda tidhaahda qur-aanku waa makhluuq, iyo in ay dhacday a'imadii inay ku daba tukadeen rag ictiqaadsan qur-aanku inuu makhluuq yahay sida Imaam Axmed ibnu Xambal iyo laga soo raray, yacni markaa waxa weeye labada arrin ama waxa weeye inuu marka isa waxaan markaa milladii ka bixin waayeen, labada arrin baa isu waafaqi waayey. markaasay si ay u jamciyaan ayaa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa kufriga la sheegay, waxaa lagu xambaarayaa inuu yahay kufrun duuna kufri ama kufri nicmo. marka labada arrin saasay isu waafaqaysa, saasay isu waafaqaysa. markuu salaada mubtadica lagu xidhanayo ka warramayo majmuuca markaa sharxulmuhadabka ayuu ku soo naqlinaya si fiican, waxaa marka hadalkaas u radinaya u caddaynaya marka isaga inaanu sax ahayn, yacni marka Judayc kitaabkiisa marka la yidhaha Alcaqidatu Salafiya fi kalaami rabbi lbariya, oo aqwaashi marka isagaa culammada ee tasriixinaysay inuu kufrigu yahay kufrun yanqulu can ilmilla, ama inuu yahay kaafirun xalaalu dami, ama inuu yahay kaafirun caduwu llahi, ama inuu yahay ustataabu fain taaba wailaa duribat cunuqu. yacni marka waxa weeye aqwaashii sidaas ee sariixa ahayd ayuu marka isa waxaan markaa Judayc kusoo raraya kitaabkiisaas, markaasuu tilmaamaya warka noocaasi inaanu sax ahay. laakiin ishkaalka jawaabtiisu waxay tahay yacni culammada ahlu sunna waaljamaaca waxay yidhaahdaan laysa kullu ma waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi, ma aha mid kastoo gaalnimo ku dhacay oo ficil ahaan ugu dhacay in gaalnimadu xukum ahaan ugu dhacayso. waxaa suurowda dadka qaarkood iyagoo gaalnimo ku dhacay ama ictiqaadiyey ama ku hadlay haddana inaan la gaalaysiin baa suurowda, haddana inaan la gaalaysiin oo cudurdaar ama in ta'awul yacni markaa loogu cudurdaaro ay wax u wiilanayeen, ama in markaysa waxaan loogu cudurdaaro masalada inaan xujada lagu oogin oo xujadu aynay ku qumin iyo wax la mid a, inuu muraha loogu cudurdaaro ayaa suurowda. marka waxa weeye waxaa dhici karta isagoo qofku kufri ku dhacay in haddana yacni kufrigii aan lagu xukumin ayaa dhici karta. marka ahlu sunna waaljamaaca waxay qabaan waxaa dhici karta qof gaalnimo ku dhacay in haddana gaalnimadii cudri uu kaga baaqdo, oo ma aha macnaheedu ku kastoo kufri ku dhacay waa kaafir macnihiisu ma aha. yacni bacdi ka midi waa ku gaaloobayaan, bacdi ka midina inaan la gaalaysiin oo cudurdaar ay kaga baaqdaan baa suurowda. taasna waxaynu ku tegi doonaa insha allahu tacaala mabxaska ku saabsan yacni takfiirka oo yacni kitaabka dhexdiisa uu sheekhu kaga hadli doono, halkaasaynu ku bayaamin doonaa. marka macnaheedu ma aha in lagu ilzaamin karo ama la odhan karo haddii la yidhaahdo waxa weeye yacni ictiqaadka ah qur-aankan xuruufta u saaxiibka la akhrinaya waa kufri haddii la yidhahdo waxaa ka dhanaysa culammadii in la gaalaysiya ka laasimaysa. waxaa la odhan karaa waa luzuumu maa laa yalzam, waa wax aan laasimaynin weeyaan, waayo ku kastoo kufri ku dhaca macnihiisu in kufriga lagu xukumayo
معها وبعض با كذب غنكر مركا أعذار يعني علماء مركا يساح المركا وناقو إيو شريعة سيدة يقولن صرينا يين إيو يعني مركا وحوية قصد قود إنو وناقسن يهي إلا أكسون يهي معها مركا يساح المركا إن لا عذر داروي وحانو مركا وياي بابك عذر يكو صابصني جاء يعني مركا اجتهادك أدوقفك مركا كو خطأ وحا مركا يساق إن نقنيسا إن مركا لا عذر دارو أي مركا نقنيسا ومن إذا حكم الحاكم فاجتاد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتاد فأخطأ فله أجر يعني هدو قفه مركا اجتهاده واصيبنا لما أتشر بليه هدو انتو اجتهاده دقادنا وخطأه ولو حاس اعتقاد بها قصة في سناته وحوه ما أجور إنو النقضاء أي مركا يعني أي نقن إساها لا أتشر وياشه هدي قصد ديسو مركا إساها وناكسن يهي يعني مركا انتو أودي كرين جهد وبحيي مركا وحوه علماء قاركود ومسألة النوع عن أكد عي waxay noqonayaan markii isaga macduuriin loo cudur daarayo noocaas oo kale ay markaa noqonayaan marka waxa weeye mas'alada yaani waxa soo ay mi sheegeen adilla badan loo dalishay yaani laazim noocaas oo in culama badan la gaalaysiya ka dhalanaysa in markaa looga bixi karo ma aha laazimka waa la mancinaya waxa loo oranaya yaani markii isaga laazimu almadhhab laysa bimadhhab ahlul ilmi wana qaacida noocaas waa sheegan taas waxaynu ku tagi doonaa ala kulli hal maqam keda marka in hadaba marka halkan ka warramayno waxa uu sheekhu ino tilmaamaya in sifooyinka ilaahay adii kuwa khalqiga lagu shabaho inay kufri tahay taan hore inoo soo sheegnay laakiin tashbiiha macnihiisu waxa weeye ma aha labada lafdi oo iswaafaqa oo labada sifo ama labada magac in marka lafdigoodu iswaafaqo yacni marka taasi tashbiiha la diidaya ma aha ee tashbiihu waxa weeye waa in la yidhaahdo waa sifo sifada makhluuqa la mida taas iyada aba waxay tahay tashbiiha la diiday ta kufriga waa taas ay madana waa tasriixiye waana akhrinay markay isaga hadalkii waxa weeye tirmidina waa akhrinay maqaamka ku saabsanaa isagana marka waa akhrinay ay ma kala markay isaga waxa sida isxaaq ibn raawi iyagana marka waa tilmaana hadalka tirmidina markay isaga waxa marka yaani waxa uu koornaya sunankiisa marka dhexdiisa ayuu koornaya ama kitaabkiisa jaamica yaani marka sunan tirmidi kaas marka dhexdiisa ayuu koornaya waxa weeydu wama wasafa allaha ku kasto ilaahay ku sifeeya bimacnan macno ku sifeeya min macaani albashari macnayaasha basharka ka mid a bimacna sifooyin sifooyinka basharka la mida oo yidhaahda sifada ilaahay sifada makhluuqay la mid tahay oo yidhaahda markaa xayaato xayaatada makhluuqa la mida iraado iraadada makhluuqa la mida weji wejiga makhluuqa la mida gacan gacanta makhluuqa la mida ciddii sidaa tidhaahdaa faqad kafara waa gaalowday waa gaalowday man absarahaa dactaba kii marka waxa weeye taa arkaa kaa ciddii aragtaa اعتبر وعبر قادته وعن مثل قول الكفار هذا الكالد وكالنا ان زجر وكرهبتما وان يجادل مركز ان هذا الا قول البشر علم وحو اوغانيا انه اي ان الله الهي بصفاته اي مع صفاته صفات كيس لا شركيس ليس كالبشر بن ادم كان الله مده هي وذاته ذاته بن ادم كلام مده ذاته مخلوق لما مده صفات كيسنا لما انت صفات مخلوق لما مده اي وي كقاب دوينين qaab koodana garan mayno siday u soo aroortayna u rumaynayna warru'yatu haqqun li ahli aljannati bighayri ihatatin wala kayfiyya warru'yatu marka aragtidu haqqun haqq weeye li ahli aljannati yaani marka xaalay marka ru'yadu ahli jannaha u sunaatay bighayri ihatatin koobis marka ay ilaahay koobayaan la'aanteed wala kayfiyatin qaab aynu u garanayna la'aanteed kama nataqa bihi kitaabu rabbina sidaynu waxaynu u rumaynayna كما نطق به سدوغو هضلي كتاب ربنا كتابك ربي غير كتابك الهي سدوغو هضلي وجوه يومئذ ناظره وجوه وجيال يومئذ مالنتاس قيامه ناظره وافتيميسا نعمدي با كم مقته الى ربها ربي قد انت كاعطينا ناظره وي ايغيسا وتفسيره مركا فسرات الله فسري على ما اراد الله تعالى وسد الهي دونه وعلمه اوغادي ايانا لو فسريا لو سوتسينيا وكل ما جاء في ذلك ضمان وحسد كيمي ومن الحديث الصحيح حديثك الصحيح امرك كم ذا هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك حقي سنك سوار ريف وكما قال وحو هذا سيد النبي يقول صلى الله عليه وسلم ومعناه معني سن على ما اراد سيد دوني امرك هو اهانيا نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله سيد امام الشافعي بوجري سيد دوني امرك يسوى معني سن هو هذا لا ندخل في ذلك متاولين بارائنا لا ندخل قلمين في ذلك مركا تاس تفسير كذا متأولين إنك وكو أولين بآرائنا رأيذين هي مركا سيدين لا تهي ولا متوهمين قال اسكم موتسين يا مركا إنك أهنا قلمين بأهوائنا هوايين كينا يسلين مركا يعني إنا أين تشعل لهاي
sidaana markaysa waxaan markaa iskuma moodsiinayno bimaana ku malmalayn mayno wahmigu waa daniga daciifka ah فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله فإنه ما سلم يعني مركا شعني ما يعني نبت قالوا دين تيس مركا أمبت بادو إلا من سلم لله من إله أنبت قال يي موياني عز وجل ولرسوله رسول كيسنا أنبت قال يي وحا يكو هذا لأ إله يا رسول كيس وحا يشيغين من أنبت قال يي والتسليم لي من موياني وان اعتراض وان بشنين وان بينين يعني مركب إيساقا كاسمه ويميت كالدين تيسي ومبت بادين ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ورد عليه علم ما يعني أغالك كي اشتبه عليه مركب إيساقا كاذين إلى عالمه عدة قران إيسا مركب إيساقا مركب أعليه يعني وحا نسخ قارك قران ورد علم ما اشتبه علمه إلى عالمه مركب وانا بمعنى ووحي نقول إيسا أغالك عدي وحياليه يعني أغالك إيساقا قرصومه أعليي مركا عدة قرن يسوي هذا الله أعلم إلهي بأقيله مسألة ذوالك نشيخ كقوى الرميان والرؤية إلهي أي مؤمنين تأركي الدونة مسألة سنة وحي لذا يأدي اللبضا أي إلى ذهي وآيات هي أحاديث تركبا وحكم إلى آيات كاللو دليشن إلى ربها الناظرة إلهي بي إيغيسة ومركا أركتدها دي وجه الله تيريو إلانا اللي قلت عدي السيو وحي النقطة تيرو يذا يارك أهي أي النقطة أريد النظر كان وحا لو استعماله يعني أفر معنى لو استعماله مر انتظار يسوغش وحل سوغن تسوى متعدد مثل بعض الله استعماله هل ينظرون هل ينتظرون واتاس مركا عين كاسو كلاوي هل ينظرون إلا تأويله هل ينتظرون إلا تأويله معنى الانتظار إن لو قد تسوى مثل بعض الله استعماله النظر كان وحا لو استعماله رحمة إيا عطف يتأهاتي عدو الله نحريصنا واتا مركا يسا حاجثة قصارتي ولا ينظر الله إليه إلى أي مركز ما يجي دونه بمعنى وحوى النظر والرحمة أركت الرحمة كم يجي دونه لو جت شيء ذا تك قارك هذا دنوف تقار ليمي أي سلاس ليلي نظر والرحمة يا لو جت شيء أركت مركز رحمة رحمة ذات كتش اللعيمة يا لو جت المامي مركز معنى انتظار لو جت شيء ذا إلى بلو تعدي سيء يعني تمرك انتظار كمرك لو جت شيء ذا أنا يدو مركز ومتعدي ومفعول كستوس بيقاضتا معنى النظر وعطف يا رحمن اللوغة متشهده نظر الرحمة وعطف اللوغة متشهده أردت مركيسة على الرحمة ديدنا اللوغة متشهده أوايو دوحة ويا مخلوق خالق بقولنا حريسنا يوح سورو بكرم معها خالقة مخلوقة قولنا حريس فعيد دونه مخلوقة كمدة مركا نظر رحمة اللوغة متشهده معنى صدحات هو الله استعماله نظر كوحة صدحات الله استعماله يضو أمركا لغت الماما يضو أمركا لغت الماما يرؤيو يا أركتي معناها سنو الله استعماله أركتي يضو الله استعماله يانا والله استعماله مركا معنى كلو أفراد نو الله استعماله يتفكر اعتبار نو الله استعماله مركا معنى تفكر اعتبار مركا أنا لو قمت شهدو إلا إذا تدي سئن لقى فكر مركا يساقى مبنانا أو وحا مركا يعني النبي يقول صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله إله خلق يساك فكر لكن إله إذا تدي سهك فكرنا إلهي إذا تدي ساك فكرين وحتى عيون طيب معناها اللوغة تشيدا إن إتاي نظرك أركت إن لوغة تشيدا معناها سا متعينة مركا أدلة كلا اللوغة دريشانا يا وابضانتهاي وحكم إذا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هو وناك السمييت وناك بضان وشناء أصغناتي وزيادة ليرات بأصغناتي ليرات كان حديثة صحيحة وحكو صارتين مسلمنا صحيحة كسوريي وهي الزيادة يعني مركا وحوي أركت ذا إلهي أي أركيان مؤمنين زيادة وي نبي قف صلى الله عليه وسلم زيادة إنه يهي أركت إذا مركا مؤمنين تو إلهي أركيان سيدا سيدا أبو نبي قف صلى الله عليه وسلم وحكروا لقدر إيشان يا يعني إلهي وحوي لكلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوب إمام الشافعي وحوي لي ما دام مركا وحوي لا ينوش إلهي عدو يدي سينو اسكحي شابي واسكقارين أيوه إن دتك أوليدي ساهاي أوتشعلا إنو استوصيو وأي أركيان أي عيد الدليل تاي بمعنى مفهوم مخالفة لقود دليشنية وحكى الله كم إذا حديث سمركة وحوية متواتر كي نبي قوله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته يعني وحا أركي دونتان إلهي يعني سيدا ضيح أو أركتان تاسنا ما هبي علماء دولادين إن وحوية إلهي ضيح إلو شبها يما مخلوق إلو شبها يما أها معنى اللغة كذا وحوي وتشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي لا بد الله أركي يلا يسكم الشبهين
ee waxa weeye labada aragtiyood oo labaduba makhluuq ka dhacaya la isku shabahay xagga wuduuxa iyo marka yacni marka cadaanta iyo marka siday waadixa u tahay baa la iskaga shabahay sidaas iyadaa baa looga jeedaa marka weliba xadiidkaas saddex qarinaa saddexduba ku sugan yihiin oo kugu tusinayaan in waxa weeye looga jeedo aragtidii markaa indhaha waa mida marka isagaa waxa uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam satarawna rabbakum oo marka ru'yada marka laguma fasiri karo in looga jeedo ru'ya qalbiya oo cilmi laga tilmaamay waayo ru'yada qalbiga ee cilmiga looga jeeda laba mafcuul bay qaadataa tanna hal mafcuul baa la siiyey marka sidaas awadeed yacni marka waa taasi waa qarino ku tusinaysa in aragtidii indhaha looga jeedo waa mida labaad ee nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ciyaanan ay mucaayinina xaalatiin qaar indhihiina ku arkaaya oo caayana bimacna absara bicaynihii indhihiisu ku arkay weeye taasina waa qarino kaleoo labaad oo ku tilmaamaysa in looga jeedo aragtidii indhaha qarino kale oo saddexaad baa marka isagaa ku sugan oo kamaa tarawna hada alqamara sidaa dayaxa u aragtaan dayaxana waxa weeye aragtida la arkayaa waa ru'ya basariya laa ru'ya qalbiya waa la ogsoon yahay maahe waa marka yacni waa la arkayaa indhaha lagu arkayaa weeye saddexdaa qarinaa saddexduba ku sugan yihiin oo kuu tilmaamaya inay tahay marka aragti ilaahay indhaha lagu arkayo oo mu'miniintu ay ku arkayaan sidaas in looga jeedo marka ahlu sunna waaljamaacana waa ku ijmaaceen oo waa isku waafaqeen sidaas awadeed ba waxay yidhahdeen man ankara ru'yata fa huwa jahmi kii ru'yada inkiraa jahmi weeyo jahmi ibnu safwan iyo mubtadicadii buu raacay bacdi kaleoo culammada ka mid waaba gaalaysiiyeen oo waxay ku tilmaameen inuu markiisa waxaan markaa kaafir inuu yahay ayaa way ku tilmaameen ciddii ru'yada ilaahay markaa inkirta ama markaa dafirta ay mu'miniintu aakhira arkaya qolada markaa muctazilada iyo firaqa lunsan qaar badan oo ka mida waa inkireen ru'yada ilaahay ay mu'miniintu arkayaan waxaanay yidhaahdeen yacni waxa u daliila inaan ilaahay la arkaynin yacni ilaahay waxa uu ihi laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar wahuwa allatiifu alkhabiir waxa kale u daliila ilaahay wuxuu ku yidhi nebi muuse lan taraanii ima arkaysid buu ku yidhi labada aayadood baa markaa noo daliila bay yidhaahdeen ahlu sunnahu waa ka jawaabeen labadaba oo waxay yidhahdeen labada midnaba daliil idinkuma sugna ama aayadda horeo laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar jawaabteedu waxay tahay yacni saddex markaa qowl mid ahaan baa la odhanaya kii la yidhaahdabana yacni xuja uguma sugna ahlulbidca waa mida laa tudriku labsaaru yacni waxaa laga tilmaamaya ay fi dunya idraaga ru'yaa looga jeedaa adduunyada gudaheeda ku arki maysaa laga tilmaamayaa laa tudriku labsaaru ay fi dunya adduunyada gudaheeda ayna ku arkaynin waa cumuumun yuraadu bihi lkhusuus sidaas aawada aakhira inay mu'miniintu ilaahay arki doonaan oo indhahooda ku arki doonaan diidi mayso waa midda labaadee sidaana caaisha iyo baa laga soo wariyey markaa salafka qaarkood baa ku fasiray tafsiirka labaad waa in la yidhaahdo maya aayaddu waa caam ru'yadii waa la nafiyey laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar marka ilaahay yacni marka indhuhu ma arkayaan baa la yidhi ma arkayaan caam bay ahaydoo cumuumkii khusuus takhsiis baa galay oo waxaa laga reebay inay marka indhaha qaarkood arki doonaan oo axaadiista iyo aayaadka marka aynu sheegnay baa waxay ka reebayaan mu'miniintu inay aakhira arki doonaan oo cumuumku wuxuu aqbalaa in la khasiso calaa haada marka sidaa la yidhahdana caamka waa la khasiso adilada kala khasisto mu'miniintu aakhira inay arkayaan waa laga reebay calaa haada sidaasna ishkaal kuma sugna xuja mubtadicadi uguma jirto mid saddexaad waa loogu jawaabay oo ka daqiiqsan markaa jawaabooyinka hore oo ah in la yidhahdo idraag iyo ru'yada farqaa u dhexeeya nawcan maa sibay u kala duwan yihiin farqi ayaa u dhexeeya oo alidraaku akhasu min alru'ya idraagu ru'yada waa ka khaasan yahay yacni ru'yada waa ka khaasan yahay waana sida cabdillahi ibni cabbaas laga soo wariyey oo la yidhi la weydiiyo lagu yidhi laa tudriku labsaaru suurta ilaahay yidhi oo yidhi markay isaga miyaad samada markaasu ma aragtid akullahaa tara dhammaanteed ma aragtaa markaasuu yidhi may markaa sidaas oo kale ayaan ilaahay markaa indhuhu u koobayn buu yidhi oo idraaku waa ixaata buu yidhi waa ixaato bimacnaa waxa weeye sida ilaahay quluubta mu'miniintu u garanayso haddana ilaahay ayna aqoon ugu koobaynin oo ilaahay uu yidhi walaa yuxiituuna bihi cilma ilaahay aqoon ku koobi maaya ayaa indhaha mu'miniintuna ilaahay u arkayaan aakhiro aynay aragtina ku koobaynin ilaahay marka waxa weeye annagaa bay xujo noogu jirtaa bay yidhahdeen ahlu sunnuhuyo waxay noogu sugan tahay waxa ay tahay maadaama nebigu sala allahu calayh maadaama markaa ilaahay uu yidhi laa tudriku labsaaru waxay qaacida tahay nafyu lakhas yastalzimu wujuuda alacam shayga khaaska nafyiga la nafiyaa waxay laasimsanaysaa shayga caamka ah inuu sugan yahay bimacnaa waxa weeye inay indhuhu koobaan waa shay gaar ah oo aragtida ka mid ah marka haddii la indhuhu ma koobayaan waxaa laga garanayaa iyo inay koobina laakiin inay arkayaan oo hadday imanka cidi kugu tidhaahdo yacni markaa taa wax isii oo uu kugu yidhaahdo ku dhergin maayo soo lagama qaadanayo ila dheragu waa ka khaasan yahay wax siinta inuu wax ku siinayo wax ku taagayso laga fahmi maayo sidaasoo kale ayaa waxaa looga fahmayaa markuu ku yidhi waxa weeye
يعني وكدرجين ما يصير هذا وقرا طيب وحوان كوسينا يا لكن وحنا كدرجين أي نبى كوسينا يا أي هذه لا يري مركي لا يري لا تدري كل أبصار ولا يندو كوبي مايا لكن وأك يا بلغ شعري كقاعدة داس بمشى كجر النفس الأخص يستلزم وجود الأعم شيء خاص كإلا نفيها وحي لازم سنة يسا شيء عام كاين السوية وقت كبار إن شاء الله تعالى لك أكتشوك والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.